مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهي الفقرة الرياضية راح نتحدث عن أبرز ما جرى في الساعات القليلة الماضية عن أخبار كرة القدم، ورح نبدأ من طبعا المباريات التي جرت. إذا وكانت في بطولة اتحاد غرب آسيا، سوريا كانت تعادلت مع اليمن بهدف لمثله، ولبنان تعادلت مع فلسطين بدون أهداف. إذا ننتقل الآن إلى أخبار الرياضة والأخبار الشائعات والصحف والانتقالات. طبعا مارسيليا الفرنسي، النادي الفرنسي طبعا أعلن عن ضم المهاجم الأرجنتيني داريو بينيديتو البالغ من العمر 29 عاما قادما من نادي بوكا جونيورز لمدة 4 مواسم. إذا وبالنسبة للدوري البرازيلي، على ما يبدو ووفقا للصحافة، فإن نادي فلامينغو مهتم بضم اللاعب الإيطالي المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي البالغ من العمر 28 عام، وعلى ما يبدو جري الآن المفاوضات من أجل ضم اللاعب الذي انتهى عقده مع نادي مارسيليا. في صفقة بايرن ميونخ وليروي ساني يلي على ما يبدو اقتربت كثيرا حسم هذه الصفقة وسيتم الإعلان عنها قريبا على ذمة الصحافة، على ذمة الصحافة الفرنسية، إذا ساني سينضم إلى بايرن ميونخ في صفقة تقدر قيمتها ب 110 ملايين يورو. سيكون ليروي ساني بهذه الصفقة أغلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني. على ما يبدو ساني سيوقع على عقد مع البايرن لمدة 5 سنوات، وسيصل راتبه السنوي ل 18 مليون يورو، أرقام خيالية، وعلى ذمة الصحافة هذا ما سيحدث. خبرونا عن رأيكم بهذه الصفقة في حال إذا تمت خلال الساعات القليلة القادمة من خلال التعليقات، يا ريت تشاركونا بآرائكم. في خبر آخر، إذا على ما يبدو وفقا للصحافة الإسبانية، فنادي باريس سان جيرمان عرض نيمار على نادي مانشستر يونايتد، ولكن النادي رفض أخذ نيمار طبعا لأنه الآن في أزمة بين نيمار وباريس سان جيرمان. نيمار يريد الخروج من النادي الفرنسي ويبحث عن نادي آخر، والعروض التبادلية المقدمة من نادي برشلونة لا تنفع مع باريس سان جيرمان. إذا مانشستر يونايتد على ذمة الصحافة رفض الحصول على نيمار. في خبر آخر، كان نادي فيورنتينا الإيطالي أعلن استعادة لاعب خط وسطه اللاعب الكرواتي ميلان باديلي. هو كان قضى الموسم إعارة في صفوف نادي لاتسيو لمدة موسم واحد. إذا طبعا اللاعب بلغ من العمر 30 عاما. أيضا ونبقى مع نيمار، كنا وفقا للصحافة على ما يبدو صفقة انتقال البرازيلي نيمار والعودة إلى صفوف برشلونة قد تتم عن طريق الإعارة مع خيار الشراء. يعني ليس أنه مثلا شراء كامل بمبلغ خيالي، لكن الإعارة عن طريق خيار الشراء. لننتظر ونعرف، لأنه وفقا للصحافة أنه حتى رح يتم حسم مستقبل اللاعب خلال الأسبوع المقبل. لننتظر ونرى إذا كان هذا الخيار مطروح أم لا، وهل بتوافقونا عن برأيكم من خلال التعليقات عن طريق أنه مثلا إعارة نيمار إلى البارسا مع خيار الشراء، هل هو خيار جيد أم لا؟ شاركونا بآرائكم. في خبر آخر، ووفقا للصحافة الإيطالية وأيضا أزمة انتقال ديبالا عن بقائه في يوفنتوس، نادي إنتر ميلان على ما يبدو يخطط للقيام بصفقة تبادلية. بالتالي رح يجري منح يوفنتوس يعني المهاجم مورو إيكاردي الأرجنتيني وأخذ ديبالا على إنتر ميلان. هذه على ذمة الصحافة. خبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، هل بتأيدوا حسم هذه الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبين إنتر ميلان أم لا؟ في خبر آخر، شفنا نحن كنا حكينا امبارح عن اتهام نادي زينت سانت بيترسبرغ وجماهيره بحمل لافتات عنصرية ضد
البرازيلي مالكوم اللاعب الجديد القادم من برشلونة. إذا على ما يبدو نادي زينت سانت بيترسبرغ أصدر بيان حول اتهامه بالعنصرية، وقال في هذا البيان: نادي زينت يدرك وجود لافتة رفعها عدد قليل من الأفراد، ومعنى هذه اللافتة تم تشويهه في وسائل الإعلام. واستنادا لهذه التحريفات تم التوصل إلى استنتاجات خاطئة لا أساس لها في الواقع تفيد النادي القديم متمثل في ضم أفضل اللاعبين. إذن ماذا كانت إذن اللافتة؟ اللافتة كتبت أنه شكرا للإدارة لعدم للانصياع لتقاليد النادي، وهذه اللافتة تم فهمها على أنها عنصرية. لكن ماذا قالت اللافتة في الواقع حسب ما قال نادي زينت؟ تقليد النادي القديم متمثل في أفضل ضم أفضل اللاعبين بغض النظر عن الخلفية أو العرق أو الجنسية، ونحن ندعم باستمرار مبادرات المساواة ومناهضة العنصرية. لماذا طلع هذا الشيء على نادي زينت سانت بيترسبرغ؟ لأنه كانوا سابقا يعني من حوالي 4 أو 5 سنوات مشجعي نادي زينت سانت بيترسبرغ قاموا بحملة كبيرة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أم في روسيا، قاموا بحملة لجعل ناديهم لا يشتري اللاعبين السود، ويعني كانوا أنهم رافضين هذا الأمر. وعلى ما يبدو هذا تم اللافتة تم تفسيرها بشكل خاطئ وتم ربطها بالأحداث السابقة. لننتظر إذن ونرى ماذا سيجري في مستقبل مالكوم، مثلا هل سيستاء وسيتم بيعه أم سيبقى وسيتم نسيان الحادثة. أيضا خبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات. أيضا في أخبار الرياضة، طبعا أبرز خبر كان نادي كريستال بالاس أعلن عن تعاقده مع جاري كايل مدافع نادي تشيلسي البالغ من العمر 33 عام. كايل إذن انضم إلى كريستال بالاس بعقد يمتد لمدة 2 عام. في خبر آخر، ووفقا للصحافة الألمانية، نادي أرسنال كان تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب دايوت أوباميكانو اللي هو مدافع نادي لايبزيغ. هذا المدافع بلغ من العمر 20 عام، وعلى ما يبدو العرض اللي قدمه أرسنال عرض بمبلغ كبير جدا تتجاوز قيمة المبلغ 60 مليون يورو. لكن على ذمة الصحافة النادي الألماني رفض هذا العرض لأنه ما نراغب أنه يبيع لاعبه إذا حتى ولو كان بهذا المبلغ الكبير. كان أيضا في قضية خميس رودريغيز وبقائه مع ريال مدريد أم انتقاله إلى نادي آخر، كان أسطورة منتخب كولومبيا السابق كارلوس فالديراما علق على موضوع رحيل خميس أم بقائه في ريال مدريد. ماذا قال الأسطورة الكولومبية؟ قال: يجب أن يرحل خميس رودريغيز إلى فريق آخر، فزيدان لا يريده، وإذا استمر في ريال مدريد فهو لن يلعب. لقد أقامت الجماهير الريال احتفالا حين تعاقد النادي مع خميس، لكن المدرب لا يريده، وإذا بقي لن يلعب، لذلك من الأفضل أن يتركوه يرحل، لأن الشخص الذي يختار التشكيلة هو المدرب. إذن هذا كان تصريح كارلوس فالديراما أسطورة منتخب كولومبيا السابق. خبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، هل بتأيدوا ما قاله فالديراما حول خميس رودريغيز أنه يجب أن يرحل وزيدان لن يريده وهو أفضل لمستقبل اللاعب أم لا؟ في خبر آخر، طبعا كانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجهت خطاب للاتحاد التونسي ولنادي الترجي بشأن واقعة ما حصل في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ما على مدى ينص هذا الخطاب؟ يقول هذا الخطاب: بالرجوع إلى القرار الجزئي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 31 من يوليو تموز 2019 بخصوص ملف النزاع المرفوع بين الوداد البيضاوي والترجي الرياضي التونسي والاتحاد الإفريقي، والذي يقضي بإلغاء قرار المكتب التنفيذي للكاف مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للكاف، نعلمكم أنه تم فتح ملف بموجب إمكانية عدم احترام مقتضيات الفصول 82 و83 و151 من المجلة التأديبية،
وحفاظا على كامل حقوقكم، فإن لجنة الانضباط ترغب بأن يتقدم الاتحاد التونسي بكامل مستنداته وموقفه الكتابي من الملف في أجل أقصاه غدا الثلاثاء. إذا يعني هذا البيان صدر امبارح، اليوم وفقا لهذا البيان يجب على الترجي والاتحاد التونسي أنه يقدموا كامل ملفاتهم وبياناتهم للكاف، من أجل أنه تم فتح ملف القضية وسيتم البت في القضية لاحقا. إذا في خبر آخر، ووفقا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، على ما يبدو النجم الأرجنتيني ليو ميسي تعرض لإصابة خلال التدريبات صباح يوم أمس الاثنين. هذه الإصابة حصلت في الساق اليمنى، وبالتالي سيغيب ميسي عن جولة نادي برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيبقى ميسي في إسبانيا لتلقي العلاج. سلامات لليو ميسي. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة الألمانية، نادي بايرن ميونخ بالإضافة إلى حسم السعي في حسم صفقة الألماني ليروي ساني، أيضا نادي بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع أخوه سيدي ساني اللي هو لاعب نادي شالكي البالغ من العمر 16 عام. إذا هو الشقيق الأصغر لليروي ساني، وعلى ما يبدو البايرن يرغب بالتعاقد مع الشقيقين في نفس الوقت. خبرونا عن رأيكم بهذه الخطوة من خلال التعليقات. أيضا في قضية بوجبا وملف بوجبا، وفقا للصحافة الإسبانية، نادي مانشستر يونايتد رفض عرض نادي ريال مدريد الأخير من أجل ضم اللاعب الفرنسي بول بوجبا مقابل خميس رودريغيز بالإضافة إلى 30 مليون يورو. يعني حسب الصحافة، ريال مدريد قدم خميس رودريغيز في صفقة تبادلية زائد 30 مليون يورو من أجل الحصول على بوجبا، لكن تم رفض هذا العرض لأنه مانشستر يونايتد يرغب في دفع مبلغ كامل ولا يرغب بصفقة تبادلية. إذا في خبرنا الأخير، على ما يبدو وكيل أعمال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، وفي قضية بقاء كوتينيو في برشلونة، تحدث الصحافة حول مستقبل اللاعب كوتينيو. ماذا قال؟ قال: سيكون من الصعب بالنسبة لكوتينيو أن يلعب مع أي فريق في إنجلترا ينافس ليفربول، لأنه يرتبط بعلاقة جدا قوية مع الريدز. وقال بارتوميو رئيس برشلونة: كان واضح معي، وقال إنه لا ينوي ترك اللاعب، وأنه اللاعب يمثل مستقبل النادي. وبالفعل برشلونة يبذل جهد كبير لضمه، وكان أغلى صفقة في تاريخ برشلونة وثاني أو ثالث أغلى صفقة في العالم. وقال: يشعر اللاعبون في بعض الأحيان بعدم الارتياح، وأحيانا تكون الأندية غير مناسبة لهم، وإذا حدث ذلك سنقرر ما هو الأفضل لكوتينيو، لكن حاليا يتم إخبارنا من إدارة برشلونة بأنه لا يرغب بيع اللاعب، وهذا أمر جيد. على ما يبدو برشلونة يتجه للإبقاء على كوتينيو إذن في صفوفه وعدم بيعه مثل ما قالت وسائل الإعلام منذ فترة. خبرونا عن رأيكم بإبقاء كوتينيو في صفوف برشلونة من خلال التعليقات. إذن هذا كان حصاد مشاهدينا لأبرز ما جرى في الساعات القليلة الماضية من أخبار عالم كرة القدم. بتمنى أن تكونوا حبيتوا واستفدتوا من الفيديو، وأنا بتشكركم كثير على متابعتكم لإلي، وأراكم في اللايفات لاحقا اليوم. بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.